الرسائل ليست سوى مفاتيح، مفاتيح قد تفتح باب السلام وتغلق باب الحرب. وتعال جيب اللي يقراها زين ويفتهمها، بل كتنفهم هالمرة صح. غلقوا باب الحرب وفتحوا باب السلام. المتحدة الأمريكية ليس بذلك البعبع المخيف. أمريكا خسرت في كوريا وخسرت في فيتنام وخسرت أفغانستان بال75 وعادت لتخسرها بال2013 و14 وخسرت إيران وخسرت لبنان وخسرت الصومال كوريا وخسرت العراق مرتين. هي المعركة معركة رسائل، والكل يبعث برسالته إلى الآخر ويشوف مدى استجابته أو مدى تفهمه لهذه الرسالة. نعم حصلت أنه استشهاد الأخ أبو باقر الساعدي ومجموعة قبل استشهدت أيضا، بس هي معركة والمعركة يجب أن يكون بها ثمن، وهذا هو ثمن المعركة الطبيعي جدا. اللي يسووه جماعة يضغطون على القائد العام القوات المسلحة، وهذا الضغط أكبر خطأ، لأنه راح يوقع العراق في أخطاء من ضمن المفاوضات والاتفاقيات. عرفت شلون؟ أبدا ما نخوف واحد، خليهم مستمرين. لجنة الثنائية HNC برئاسة السيد يار الله زين، خليهم مستمرين وهم يعرفون شغلهم كل زين، ويعرفون شنو إمكانياتنا وشنو قدراتنا التسليحية. هم صادقوا على هجومات على شكل أمواج تتضمن مواقع وتتضمن شخصيات. تستمر هذه يعني ما لها توقيتات محددة، يعني خلوا الموضوع مفتوح في هذا، وهذا طبعا خطر جدا. زين، لكن أنا متأكد أنه إذا القائد العام إذا استطاع أن يسيطر يعني على موضوع الفصائل وما يستهدفون، أتوقع هم راح يتوقفون عن الاستهداف. هذا توقعي، يعني هم يريدون مشاكل، عندهم انتخابات ودوخة رأس. عندما استقوت داعش في سوريا تمددت إلى العراق، عندما تمددت للعراق من الذي مكنها في العراق؟ طبعا عدة أطراف على رأسهم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في وقتها السيد المالكي. والدليل على ذلك عد إلى نص التقرير أو يعني تقرير اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب بشأن سقوط الموصل.